يقول هناك مكتبات تقوم بطبع الكتب ونسخ الشرائط دون إذن من أصحابها وتبيعها بثمن بسيط، فما حكم ذلك؟ إذا كان أصحابها يمنعون من هذا فلا يجوز لهم، هذا اعتدى على حقوق الناس. إذا كان أصحابها يمنعون من نسخها إلا بإذنهم فلا يجوز له أن ينسخها بدون إذنهم، لأن هذا اعتداء على حقوق الناس. نعم.